مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، حبي لها بل الحما والوطني، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. أنا الطليوة أروى فكري أحمد محمد الطنطاوي، محافظة الدقهلية، أمين مساعد محافظة الدقهلية، أمين مساعد إدارة مدغمر، مدرسة مدغمر ثانوية بنات الجديدة، سن 16 سنة. دخلت في مسابقات قبل كده غنى؟ دخلت مسابقة غنى وخدنا مركز، ودخلنا مسابقة عزف كمان جه السنة اللي فاتت وخدنا مركز أول جمهوري السنة اللي فاتت. تمام، إن شاء الله السنة دي داخلين مسابقة عود. تمام، ميرسي أوي، شكرا.